ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الميامين. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، قطعت سهول يثرب والهضاب، وعلى شدنية تطوي الشعاب، سرت تطوي الفدافد والروابي، وتجتاز المفاوز والرحاب. إذا انبعثت يثور لها قتام، لوجه الشمس تنسجه نقابا، إلى أن يقول هزبر من بني الكرار أضحى، يؤلب للوغى أسدا غضابا غضابا. غدا تتألبت أرجاس حرب لتدرك بالطفوف لها طلابا، فكر عليهم بليوث غاب لها اتخذت قنا الخطي غابا، وأروع لم تروعه المنايا أبو عبد الله، وأروع لم تروعه المنايا. إذا انبعثت تجاذبه جذايا، ورموا سهام الحتف حتى إذا ما أخطأوا مرما أصاب، إلى أن خر منعفرا كسته سوافي الريح غادية ثيابا. يا فوافته الفواطم معولات بندب منه صم الصخر، ذاب وزينب ثاكل تدعو بقلب مصاب يملأ الدنيا مصاب. أيا غيث الورى إن عم جذب وغوثهم إذا ما الدهر نايب، لقد سلب العدا
بالرغم من نار داء الصون قسرا والحجاب تصرخ بعالي الصوت طايح وين يحسن قدر انهتك وانت غياث المستغيثي عجل ادركنا لا يهتكون النساء لما سمع ظلية تقلب فوق لوعة وقالها يا زينب باليتامى لا تجيني ولا تكثرين من البواش تهيجيني ردي سكينة لا يذوب هوانيني لا تكثري عتبي ولا تجيني بالأخمار لا تكثري عتبي وانا جثه بلا راس راس قباليك والجسد بالخيل ينداس روح الشريعه بلشتك شوفين عباس يقدر على النهضه ويسل سيفه البتار صاح دخيلك يا المقطع بالشريعه ولن الندر الديه ترك فوفي قطيعه للخيام روحي باليتامه باليتامه يا وديعه تدرين بيا مقطعة يميني وليس ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وأصلح لي في ذريتي آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. بمناسبة ارتحال هذا السيد الجليل خادم أهل البيت ومن الأسرة النبوية الشريفة الذي كان دؤوبا في عبادته ودؤوبا في حضوره مجالس الحسين سلام الله عليه ونحن اليوم نعيش يوم وفاة سكينة بنت الحسين سلام الله عليهما يحبذا أن نتوسل بهذه المرأة الجليلة الطيبة الأصل الشريفة النسب الجميلة الأفعال والأقوال والتي شاركت أباها الحسين سلام الله عليه وعمتها زينب في تحمل المصائب وفي تحمل الرزايا وفي تحمل النوازل وكانت مثالا للمرأة الصابرة المجاهدة العابدة التقية الزكية سلام الله عليها. سيدور حديثنا مختصرا إن شاء الله في جملة أمور. الأمر الأول استحباب الدعاء في طلب الولد الصالح. ثانيا سنعرض للآية من ناحية تأويلية فإن بعض المفسرين أو أكثر مفسرين يقولون بأنها نازلة في أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وما احتباه الله وفضله وجعل في ذريته الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين وسنعرض إلى أولاده الذكور والإناث
الأمر الثالث سنركز على حياة السيدة الجليلة سكينة أو سكينة بنت الحسين، اسمها الحقيقي، فضلها، ما يتعلق ببعض المرويات التي تسيء إلى هذه السيدة الجليلة، ثم نتطرق إلى علاقتها مع أبيها الحسين سلام الله عليه، وهي علاقة جد وطيدة وناشئة من التربية الصالحة ومن النشأة الطيبة التي نشأت عليها هذه السيدة الجليلة سلام الله عليها. الجانب الأول استحباب الدعاء لطلب الولد الصالح. طبعا الولد الصالح المقصود به ليس فقط الذكر كما يتبادر إلى أذهاننا، وإنما المقصود به سواء كانت أنثى صالحة، بنت صالحة، أو ذكر ولد صالح، ليكون به امتداد نسل الإنسان أن يكون صالحا رضيا طيبا. وهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وهذه سيرة الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، أنهم يدعون بالولد الصالح، مع العلم أنهم أنبياء طاهر المولد، لكنهم مع ذلك يدعون بالولد الصالح ويدعون له بامتداد وببقاء صلاحه، باستمرار صلاحه. وهكذا أئمتنا وهكذا علماؤنا، رحم الله الماضين وأيد الله الباقين. إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام دعا من الله جل وعلا أن يرزقه بولد صالح، وفعلا رزق هذين الولدين الطيبين النبيين إسماعيل وإسحاق على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام. ومع ذلك كان استمرارا يدعو من الله أن يجعلهما مسلمين، واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فلما رزقهما حفظ ماذا؟ حمد الله جل وعلا، قال الحمد لله الذي رزقني على الكبر إسماعيل وإسحاق. فيستوحى القرآن يؤكد على ذلك. ولهذا إمامنا الصادق يستشهد سلام الله عليه بهذه الآية في قضية يحيى وزكريا، زكريا ويحيى، هب لي ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت السميع الدعاء. ثم يقول قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن ميراث الله من عبده المؤمن الولد الصالح. هذا تجليل واحترام للمؤمن ولولده المؤمن، وإلا الله جل وعلا لا يرث، لكنه تجليل واحترام وتبجيل لعبده المؤمن بأن الله هو الذي يرث هذا الولد الصالح الذي يثقل الأرض بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وهكذا سيرة أئمتنا صلوات الله عليهم، الإمام السجاد سلام الله عليه في صحيفته السجادية عند دعاء خاص لأولاده، دعاء 25 تجده خاص بالأولاد، ومن علي ببقائهم وصلاحهم. سقد البقاء هم كذلك يعني يحتاج إلى الدعاء. الله جل وعلا إذا دعا الوالد لولده فإنها أحد هذا الدعوات المستجابة، أربعة لا يرد لهم دعاء،
إمام عادل ووالد لولده، ودعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب، ودعاء المظلوم. يقول الله عزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين، ولو بعد حين لأنتصرن لك. تأكيد دعاء الوالد لولده. ولهذا يقال أحد المراجع في النجف الأشرف كبير السن، كان مات ولد له، ما خلى واحد يصلي عليه صلاة الجنازة، وإلا كل واحد يقدر يصلي عليه صلاة الجنازة، تقدم هو بنفسه ليصلي على ولده صلاة الجنازة. فقيل له في ذلك، قال: أما تعلمون أن دعاء الوالد في حق ولده مستجاب؟ فنحن ندعو من الله ببقائهم، وندعو من الله أن يكونوا صلحاء. ولهذا يعلمنا إمامنا الصادق سلام الله عليه، دخل عليه أبو بصير رضي الله عنه، قال لي: يا أبا بصير، ما يصنع أحدكم إذا تزوج؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فليصلي لله ركعتين. إذا أراد أن يتزوج قال: فليصلي لله ركعتين ويحمد الله، ثم يرفع يديه ويقول: اللهم ارزقني زوجة صالحة أو امرأة صالحة، اللهم ارزقني من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي، وأعظمهن بركة وأوسعهن رزقا، وإذا قدرت لي في منها ولدا فاجعله خلفا صالحا لي في حياتي وبعد موتي. الولد الصالح خلف صالح لك حتى في حال حياتك ترفع راسك به، والمجتمع يرفع راسه بهذا الولد الصالح، وكذلك بعد موته يذكر بالخير. عاشر الناس معاشرة، إن عشت حنوا إليك وإن مت بكروا عليك، ولا تكن من الذين إذا ماتوا قالوا: الحمد لله رب العالمين، افتكينا من فلان. لا لا، كن من الذين يذكرونهم بالخير، أنت وولدك. ولهذا علماؤنا، شوف أنت الآن، أنا أستشهد بس بحادثة وإلا حوادث كثيرة، قضايا كثيرة، علماؤنا استشهد بالشيخ المجلسي رحمة الله عليه، المجلسيان، المجلس الأول الشيخ محمد تقي المجلسي وابن الشيخ محمد باقر المجلسي رضوان الله تعالى عليهم. هذا الشيخ محمد تقي سأل الله أن يرزقه زوجة صالحة، وحصل له خوش زوجة صالحة، ثم دعا الله جل وعلا، قال: والله أنت كل شيء أعطيتني، زوجة صالحة أعطيتني، الفقاهة أعطيتني كذا، ها؟ ثم سأل الله جل وعلا أن يرزقه ولدا، مو بس ولد، أن يكون مروجا لأحكام سيد المرسلين. مو بس ولد، وإلا الفخر مو واحد يجيب ولد، لا، لابد وأن يكون هذا الولد نافع لنفسه، لأسرته، لمجتمعه، لدينه، لعقيدته، لأمته. فكيف إذا كان مروجا لأحكام سيد المرسلين؟ وفعلا رزق بالشيخ محمد باقر المجلسي. يقول عنه الشيخ المحدث النوري رضي الله عنه، يقول: لو أن مذهب الشيعة نسب إلى شيخ محمد تقي محمد باقر المجلسي لما بالغنا، لما كنا مبالغين، لأنه هو الذي أسس وماذا، أو هو الذي وتد وثبت مبادئ مذهب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وأصلح لي في ذريتي. هل نظرة للتفسير تأويلية يقولون هذه نازلة في الحسين سلام الله عليه، على رأي علمائنا حسين سلام الله عليه، الله
جل وعلا عوضه كما في رواية الإمام الصادق سلام الله عليه: إن الله عوض جدي الحسين عن قتلته بماذا؟ بثلاث خصال: جعل الشفاء في تربته، واستجابة الدعاء تحت قبته، والأئمة في ذريته. ولهذا أكو قول منسوب الصادق ينسبه إلى جده رسول الله صلى الله عليه وآله، بأن هذا الحديث مو بس حديث الصادق، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا الشاعر أخذ هذا المعنى: حبي بثلاث وفيه رسول الله، قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر، حبي بثلاث ما أحاط بمثلها نبي ولي، فمن زيد هناك ومن عمرو، له تربة كربلاء فيها الشفاء، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية يا الله منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر، وأصلح لي في ذريتي. ليش ما قال وأصلح لي ذريتي؟ لو كان الدعاء بهالمعنى لأفاد العموم والاستيعاب، لا هنا يفيد التبعيد. ولهذا الأئمة من ذريته، نفس التبعيضية. نعم، إلا أن أولاده سلام الله عليه، أولاد الإمام الحسين، كلهم صلحاء. الأولاد أولاد الإمام سلام الله عليه، الذكور ستة والبنات الإناث ستة. الذكور متفق عليهم، الإناث ثلاث متفق، ثلاث مختلف فيهن. طبعا الذكور على رأسهم مولانا زين العابدين سلام الله عليه، أمه شاه زنان بنت يزدجرد، وإن وليدا بين كسرى وهاشم لأكرم من نيطت عليه التمائم. والثاني علي الأكبر، أمه ليلى بنت أبي مرة بن مسعود الثقفية، المعروفين بالبهاء والمعروفين بالسخاء. ولهذا شاعر أهل البيت يقول: لم تر عيني نظرت مثله من محتفي يمشي ومن ناعلي، أعني ابن ليلى ذا السدى والندى. السدى من السداد، كان سديد الرأي، كان سديد القول، والندى الكرم. أعني ابن بنت الحسب الفاضل، لا يؤثر الدنيا على دينه، ولا يبيع الحق بالباطل. كانت إذا شبت له ناره أوقدها بالشرف الكامل، كيما يراها بائس مرمل أو فرد حي ليس بالآهل. الثالث علي الأصغر. علي الأصغر هذا هو اللي في اصطلاحنا يسمون الطفل الرضيع، ولد في أواخر جمادة الآخرة سنة 60، واستشهد في اليوم العاشر من المحرم سنة 61، فيكون عمره 6 شهور. هذا الذي رماه حرمل أو رماه واحد من الأعداء بسهم فأصابه وهو في حضن الحسين أو في يد الحسين، حينما استسقى للقوم، استسقى من القوم لهذا الطفل الرضيع. ولو تراه حاملا طفله سيد حيدر، رأيت بدرا يحمل الفرقد. ما أعظمك يا سيد حيدر. والله سيد حيدر يحتاج إلى حديث يا إخواني، خطبة شوية يجيبون بس ها
يجيبون بالشعر بس يحتاج إلى واحد يبين حياة هذا الفقيه، هذا الشاعر، شاعر الفقهاء وفقيه الشعراء رحمة الله عليه. هذا الثالث. الرابع جعفر. جعفر أمه سهيلة بنت عمرو بن كعب القضاعية، وهي أم لرقية التي ستأتينا، رقية هذه المدفونة في الشام، أمها سهيلة. هذا جعفر مات في المدينة، دفن في المدينة، ما رافق الحسين في رحلته إلى كربلاء. الخامس هو محمد، وهو أمه شهربانوي. سقد واحد يقول شهربانوي ايش جابها للإمام سلام الله عليه؟ هذه لما أن استشهد محمد الرجل الصالح بن أبي بكر وترملت وخرجت من عدتها، تزوجها مولانا الإمام الحسين فأولد منها محمدا. هذا محمد كان عمره يوم الطف 3 سنوات 4 سنوات، واستشهد مع الحسين ومدفون مع علي الأكبر والرضيع، موجودين عند الحسين، عند رجلي الحسين سلام الله عليه. الآن نأتي إلى السادس. السادس من هو؟ عبد الله الرضيع. هذا اللي احنا دائما وأبدا نخلط بينهم، خطبائنا وكذا ومنابرنا وكذا تخلط بينهم. المستشهد اليوم ها هذا لعمره 6 شهور علي الأصغر، ولعها والذي اسمه عبد الله الرضيع ذاك علي الأصغر، أمه الرباب، هذا لا، أمه أم إسحاق بن طلحة بن عبد الله. هذا ولد يوم كربلاء عند الزوال، فجيء به إلى الحسين سلام الله عليه ليعمل به سنة الولادة، يؤذن في أذنه اليمنى يقيم اليسرى، فجاءه سهم من الأعداء فقتله في حجر الحسين. وقد أشار إلى ذلك السيد حيدر رحمة الله عليه، لقد ولد في ساعة هو والردى، ومن قبله في نحره السهم كبره. يعني كان المفروض الحسين سلام الله عليه يكبر في أذنه، من الذي كبر؟ كبر السهم في أذن هذا الغلام المولود الجديد. على كل حال، وأما البنات فثلاث متفق عليهن وثلاث مختلف فيهن. الثلاث المختلف فيهن: إحداهن فاطمة الصغرى وعمرها يوم الطف 12 سنة، هذه بنت شهربانوي يعني أخت محمد. المشهور يقول ما موجودة، بس بعضهم أضاف هذه البنت فاطمة الصغرى. ثم عندنا سكينة الصغرى أو سكينة الصغرى، هذه التي وضعها الحسين حينما أراد الوداع يودعها، فجاءته من ورائه قفلي هنيا، ثم قالت اجلس على الأرض، جلس على الأرض، جلست في حجره، فأخذ يمسح على رأسها فقال وهو يقول سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي بك البكاء إذا الحمام تعالي. بلي، هذه سكينة أو سكينة الصغرى. عندنا كذلك فاطمة العليلة التي تركت في المدينة وكانت ذات سقام وبقيت في المدينة، المشهور يقول ما موجودة، والغير المشهور هذه أمها أم ولد جارية. أما المتفق على وجودهن، مشهور العلماء يقولون أولاهن وأفضلهن فاطمة، فاطمة التي تزوجت بالحسن بن الحسن المثنى، وهذه كانت شبيهة بجدتها فاطمة الزهراء سلام الله عليها لما خطبها
لما خطبها الحسن بن الحسن المثنى كانت عند الحسين ثنتين من البنات، قال اختر إحداهما، فاستحى، قال أنا أختار لك. اختار له فاطمة، قال لي بني أتدري لما اخترت لك هذه البنت؟ قال لا، قال لأنها تشبه أمي فاطمة الزهراء سلام الله يعني. هذه فاضلة وخطبتها المعروفة في الكوفة، بعد ما يحتاج إلى حديث. ورقية، رقية عمرها 3 سنوات والتي ماتت في الخريبة وكذا، والآن لها مقام ولها مشهد ولها ضريح معروف. وسكينة أو سكينة بنت الحسين عليهما السلام. من هي سكينة؟ وما هي صفاتها؟ ما اسمها؟ هذه الروايات التي تروى في زواجها كيف نقف منها بشكل مختصر. أما اسمها فهي آمنة، وقيل أميمة، والمشهور أنها آمنة سلام الله عليها. زين سكينة أو سكينة شلون؟ سكينة هي لقب لقبتها بها أمها الرباب سلام الله عليها، وكانت توصف بجملة أوصاف. الوصف الأول أنها عقيلة قريش، وتعرفون العقيلة، العقيلة مأخوذة من معنى أنها عزيزة في عشيرتها، كريمة في بيتها، وهذا اللقب سبقتها إليه مولاتنا زينب سلام الله عليها، فهي العقيلة وعقيلة الطالبين وعقيلة بني هاشم سلام الله عليها. الصفة الثانية أنها ذات عقل، عاقلة، تضع الأمور مواضعها. الصفة الثالثة أنها كانت ذات رأي، يعني تستشار، كما كانت مولاتنا زينب سلام الله عليها كانت تسمى بذات الشورى، يعني تستشار، يستشيرها بنو هاشم، يستشيرونها بعض الصحابة، كما استشار جابر بن عبد الله الأنصاري في بعض المواضع، استشار مولاتنا زينب سلام الله عليها، هذه كانت مستشارة. وكانت تعرف بأنها أفصح وأعلم نساء زمانها، وكانت شاعرة، ومن هنا جاءت الدعايات أو الإعلام الأموي اللعين ليشوه سمعة هذه الفتاة، هذه البطلة، هذه العارفة، ويقول بأنها كانت تختلط بالرجال وتجلس مع المغنية ولها. مع الأسف والله هؤلاء كيف يلقون الله ورسول الله يوم القيامة في تشويه هذه الوجوه الطيبة. على كل حال، بينما إخواني تربوا هي هذه، لأنه في ذاك الزمان اسم سكينة أو سكينة محبب، وكانت هناك سكينة شاعرة تختلط مع الرجال من الزبيريين، بنت خالد، وتعرف الزبيريين وموقفهم ممن؟ موقفهم من آل الرسول صلى الله عليه وآله. نعم. أما ما يتعلق بزواجها، أولا نجد أن بعض الكتب تقول أنها خطبت فلم يستجب للخاطب بحجة أنها لا تصلح للزواج لكثرة عبادتها. عجيب والله، شلون حجة هذه؟ فاطمة الزهراء ما كانت كثيرة العبادة سلام الله عليها، وزوجت الإمام علي سلام الله عليه، مو جاءت لنا بهذه الأنوار ربانية، حسنا، حسينا، زينب، وعلى رأي أم كلثوم ما كانت العبادة مانعة من الزواج، وكيف بهذه المرأة التي تمثل مبادئ الحسين ومبادئ رسول الله، النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، معقولة يحتج لها بأنها كثيرة العبادة ما تصلح للزواج؟ عجيب. وهذه زينب سلام الله عليها، أم المصائب، كعبة الأحزان سلام الله عليها،
مو متزوجة وعدها الأولاد طيبين، ها ثلاثة أربعة في رواية، وعدها واحدة كذلك ها تسمى بأم كلثوم. فإذا هذا رأي باطل. الرأي الثاني لا، مو يقول ما تزوجت، تزوجت واجد، تطلع من زوجة تروح لزوج ثاني. طيب سبحان الله. لا، وبعضهم مع الأسف بس يريدون يشوهون صورة أهل البيت ليرفعوا أناسا ويضعوا آخرين. هذا الزواج الموهوم، وقد تنبهت إلى ذلك الدكتورة بنت الشاطئ في كتابها موسوعة آل النبي صلى الله عليه وآله، تنبهت إلى الموضوع. أكو زواجات في التاريخ موهومة خيالية، أصلا ما لها واقع في الواقع الخارجي، كزواج عمر بن الخطاب بأم كلثوم بنت الإمام علي، مكذوب. وإن كان يعني بعض العلماء طبعا لهم رأيهم، ولكن الأكثرية من علماء يقولون أولا أن الرواية فيها الزبير بن بكار، والزبير بن بكار معروف بعدائه القوي لعلي بن أبي طالب، فأراد أن يصطنع هذه الرواية حتى يعلي شأن فلان ويسقط. وهل يستطيعون أن يسقطوا عليا؟ هاي مشتبهين الجماعة. والله سمي شفت واحد يقول علي كالمسمار، كل ما طرق يزداد ثباتا. حمقى حمقى دليل. الحمد لله الذي جعل أعداءنا حمقى. وإيش لكم بعلن ترون علي كل ما طرقون عليه مثل المسمار كلما يزداد ثباتا وصمودا. وهكذا أتباع علي وأتباع الحسين سلام الله عليه. على كل حال، وإلا يا أخي ترى هم مشتبهين. أم كلثوم مو واحدة كانت، وعمر بن الخطاب عنده أم كلثوم غير، عنده واحدة اسمها أم كلثوم بنت جرول الخزاعية، هذه أم عبد الله بن عمر، أم عبد الله بن عمر اسمها أم كلثوم. فيبدو أن المؤرخين راحوا إلى المشهور، المشهور من بين أم كلثوم هي مولاتنا أم كلثوم بنت الإمام علي، فصارت هذه يحتاج إلى نقاش خاص. من جملة الأمور الزواجات الموهومة زواج سكينة من عبد الله من واحد رجل زين، وتزوجت كذلك بأخي جده، أخو جدها متزوجت به. واحد يسمونه عبد الله ابن عثمان ابن عبد الله ابن حكيم ابن حزام، يقولون هذا تزوجت من تزوجته سكينة، ثم تزوجت بأخ جده، أخو جده يسمونه عمرو بن حكيم بن حزام، وكلاهما لا وجود لهما في التاريخ أبدا. موهوم. إذا ما الصحيح؟ الصحيح هو أنها كانت متزوجة يوم الطف. سكينة سلام الله عليها جاءت إلى كربلاء مع زوجها متزوجة. بمن؟ بأبي بكر ابن الإمام الحسن، وقيل اسمه عبد الله، وهذا أبو بكر كنيته، وهو استشهد مع الإمام الحسين سلام الله عليه، كان صبيح الوجه جسورا طعانا، وهو أحد الذين استشهدوا من أولاد الحسن سلام الله عليهم، أربعة استشهدوا، وفي رواية خمسة باعتبار الشهيد الحي اللي هو الحسن بن الحسن المثنى هذا الذي سقط، ثم ظنوا عليه أنه فارق الحياة، لما أرادوا أن يقطعوا الرؤوس شافوا لم يزل على قيد الحياة، فاستوهبه أسماء بن خارجة من أمير العسكر عمر بن سعد، وعالجه ثم راح إلى المدينة. نعم، كان من ضمن الذين استشهدوا يوم كربلاء. هسه بعد أن ترملتها وبعد أن استشهد زوجها، إحنا عندنا الرواية الصحيحة أن ما تزوجت، بس أكو ناس يقولون تزوجت بمصعب بن عمير بمصعب بن الزبير، وهذا هم فيه ما فيه استبعاد، يعني لأن الزبيريين كما تعلم كانوا يعادون أهل البيت سلام الله عليهم. نعم. أما علاقتها مع الحسين سلام الله عليه
خصوصا البنت، يا الله والله علاقتها مع الوالد كلش قوية. تلاحظون إخواني خصوصا بنتين، هناك بنتان من بنات الإمام الحسين لهما علاقة مع الحسين وطيدة جدا، رقية الصغيرة عمرها 3 سنوات، وهذه لما نتطرق إليها في ليلة وفاتها فيها قضايا كثيرة نتطرق إليها، وأنها كانت سلام الله عليها مع صغر سنها كانت تفرش للإمام الحسين مصلاه سلام الله عليه، كذلك كانت سكينة. ولهذا الآن البيتان المعروفان الذي تنقلهما نفس سكينة، سكينة بنت الحسين سلام الله عليهما، تنقلهما عن الحسين عن أبيها الحسين سلام الله عليه أنه قال لأخيه الحسن سلام الله عليه، قال لعمرك إنني لأحب دارا تكون بها سكينة والرباب، أحبهما وأبذل جل مالي وليس لعاتب عندي عتاب. وكانت لها مواقف يوم كربلاء، وأكو رواية فقدت يا إخواني، ولعلها مقصودة يعني فقد هذه الرواية، يقولون رواية كاملة في واقعة الطف عن سكينة بنت الحسين سلام الله عليهما فقدت. هذه المرأة الجليلة ها حصلت على ماذا؟ على فرصة، وجاءت إلى جسد أبيها الحسين سلام الله عليه. طبعا رقية هم إجت، لكن في ليلة 11. الشيخ الكفعمي رحمة الله عليه يقول لا، سكينة إجت يوم 11. شلون إجت؟ استطاعت أن تفلت سلام الله عليها إلى جسد أبيها الحسين، وفعلا جاءها بعض الأعرابي عبر عنهم فآلمها بالصوت، جلست بأبي ونفسي عند ذلك الجسد الطاهر مقطوع الرأس، وأخذت تنادي وتنعى أباها وإذا بها تسمع صوتا من النحر الشريف، بني بني أبلغي شيعتي عني السلام. يلا يا إخواني خلينا نرد السلام إلى مولانا أبي عبد الله، وعليك السلام يا أبا عبد الله، وقولي لهم شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو ذبيح فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير ذنب قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل ظلما سحقوني، ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني، وسقوه سهم بغي بدل الماء المعين، هالت لك عشي دم الطفل بيده، شحال يشتلي بحضنه ولده، سال وترس جفه من وريده، وذب للسماء وللقاع مخر، وما
ضلت بأبي ونفس هذه المرأة الجليلة، ها؟ كان عمرها يوم الطفخ 15 أو 14 سنة، إلى أن امتد بها العمر إلى سنة 117 كانت وفاتها. وحضرت كذلك مصيبة الإمام السجاد، وشاركت السجاد سلام الله عليه في كل المواقف وفي البكاء، ها؟ وفي المآتم على الإمام الحسين سلام الله عليه. يقول الراوي دخلت علينا، يقول الراوي عن أبناء الإمام السجاد، بينما نحن كذلك وإذا بامرأة جميلة متسربلة بالسواد، دخلت وهي تنادي أخي أخي زين العابدين. لم نزل نحن في حزن يوم عاشوراء، أتريد أن تضيف لنا مصيبة أخرى؟ ثم نادت بلسان الحال يا خليفة المظلوم، يا عز الهواشم، يا خليفة المظلوم، يا عز الهواشم، حالك شعب قلبي وخلى الدمع الساجن من شوفك بهالحال، صار القلب مفطور، لا تجذب الونه يا ابو محمد يا مبرور، خويا بعدنا ما قضينا حزن عاشور، لاجل الذبيح بكربلا نجيم المآتم، نادى يا محزونة استعدي إلى الرزية، أنا تقضت أنا تقضت أيامي وقربت مني المنية، لازم يا سكنة تصبح دياري خليها، والكل علي من الحزن ينصب المات، لا ترفع صوتك يا سكنة من تنوحي، ولا تخمش خديك وجهك لا تلطمي، ومن تذكرين مصيبتي ذكر الولي حسين بالغاضرية، ظل على التربان ساجم بالغاضرية، ظل على التربان نايم، ما جاله إلا يوم ثالث زين العباد، قصده يواري جسم أبوه وكل الأجساد، 70 جثة اللي دفنها دفنها كل وولاد، نقبور ناس وناس حطهم بالحفيرة، وشيخ العشيرة بارية بارية جثة بلا راس، حطوا على صدر الطفل مخمود لنفا، ويم الشريعة لحدوا جنازة يا تلعب، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه ريد، غسلوه بدم الطعن وما كفنوه
إخواني أوصوني بأنه لا أختم المجلس لأنه سيعرض عليكم فيلم يتعلق بالسيد الجليل رحمه الله. يا